الاول بعد ما الواحد هدي كده وقعدنا نفكر في مباريات او في مباراه امبارح يا احمد، هبدا بيك. طبعا ان انت تتغلب من نادي الزمالك طبعا بالنسبه لنا بتبقى حاجه صعبه جدا، ولكن شفت المباراه ازاي من وجهه نظرك كلها بقى؟ يعني في ناس تقول لك ايه زي ما كنت بتكلم في البدايه ان الراجل بدا غلط، على الرغم من ان انا بشوف ان احنا مع الراجل مثلا زي ما هو قال في المؤتمر الصحفي انه ال 20 25 دقيقه الاولى كنا كويسين، ولكن ال 20 دقيقه الاخرين ما كناش كويسين. في الشوط الاول بدانا كويس ولكن الشوط الثاني كان افضل بكتير، طب ليه ما نبداش بالافضل بكتير على طول؟ هي دي الفكره بس، لكن ما كناش وحشين بصراحه. واحد برضه ده وجهه نظري طبعا، كل واحد له منكم له مطلق الحريه في يقول اللي هو عايزه. بص يا كابتن اسلام، يعني انا كنت حابب ان نطلع نتكلم فني، يعني نطلع نتكلم فني عن المباراه، لكن الاجواء حوالين المباراه ما كانتش كويسه. بمعنى يعني بمعنى الاحداث اللي حصلت، بدايه من تعيين كابتن ابراهيم نور الدين في المباراه وما قبل، كان فيه انتقادات كبيره جدا مع تحفظي طبعا. كابتن ابراهيم يعني حكم كبير وله خبرات كبيره جدا، بيحط جل كتير في شعره وخبرات كبيره جدا، ولكن كان علامه استفهام بالنسبه لي ان كابتن ابراهيم طلع قبل كده وكان يعني شبه اعلن او اعلن اعتزاله التحكيم. هو امبارح انا سمعته في مداخله، ما هو برضه الكابتن ابراهيم بيقول حاجات. ما هنا الانتقاد يا كابتن في التصريحات، لان انت كنت طالع على سمعت يعني اللي بعد الماتش؟ طبعا انت كنت طالع على قناه مهمه في أون مصر سبورت. على اون سبورت واعلنت الموضوع دوت، وانا كنت شايف واتكلمت على كده قبل المباراه ان انا شايف ان تعيين الكابتن ابراهيم نور الدين لان حصل استياء بشكل كبير جدا، وده كلام انا واثق منه بشكل كبير من الحكام، ان تعيين الكابتن ابراهيم نور الدين من الحكام نفسها بقى من بعض الحكام، دي زاويه جديده. من بعض الحكام حصل استياء من في تعيين الكابتن ابراهيم نور الدين، لان هم كانوا الحق الاحق، شايفين ان هم الاحق، لان انت عندك بس في الاخر هو اختيار رئيس لجنه الحكام خمسة. بيقولوا احنا احنا بنتكلم وجهه نظر ان انت خلاص حالت. انا بالنسبه لي على مستوى مصر الفترة الأخيرة التحكيم كان في أعلى مستوى، حكامنا خدوا على مستوى أفريقيا أو على مستوى الوطن العربي من أفضل الحكام في القارة، فكنت أعتقد أو أفضل أن من بعض الحكام أو خمسة أو ستة حكام اللي هم اللي على الساحة وبياخدوا مباريات كبيرة خارج مصر حتى، أن هو يبقى تولى مباراة كبيرة زي الأهلي والزمالك، زائد الأحداث اللي حصلت في المباراة، وهي طبعا حتة لم الكور غريبة دي جدا. انا يعني بالنسبه لي عارف يا كابتن اسلام لما كنا بنلعب زمان في الدرجه الثالثه والثانيه، وتشوف مع احترامي للمحافظات اللي كنا بنلعب فيها بنلعب شبرخيت مش عارف يعني من غير اسماء، بس كانت الدرجات الادنى من الاولى بتبقى صعبه جدا، وتقعد تدور على كور ما تلاقيش كور، وايه يا جماعه هو احنا فين؟ يعني ايه ده؟ ده حاجه كانت غريبه. اكسب عادي مفيش مشكله، نقول لك مبروك، اكسب وهنسقف لك على فكره، هنقول لك مبروك يعني عادي مفيش مشكله، بس مش بالطريقه دي. وفي الاخر اتفاجئ ان كابتن ابراهيم نور الدين بيحسب ست دقائق وقت بدل ضايع، ده في مباراه تانية يعني، ده كان ده كمان حتى في الست دقائق ما لعبناش حاجه، ما لعبناش تقريبا غير اربعه منهم، ثلاث اربع دقائق يعني لعبنا ثلاث اربع دقائق. لكن نتكلم فنيا عشان ما اطولش ورامي ياخد مساحته، انا فنيا احنا كنا ماشيين كويس، في بعض التعديلات كان ممكن مستر كولر يقدر يعملها، زي انا كان وجهة نظري زي ما فنشنا كنا لازم نبدا كده، يعني كنا لازم نبدا بالتشكيل ده.